مفهوم هذا تقصد إذا الشخص عنده صنعة من الأساس حيقدر إن هو ينمي نفسه، لكن الشخص اللي ما عنده صنعة من الأساس ما راح يقدر إن هو يتنمي، لأنه في الأساس هو ما قادر يقدم شيء، يعني مثلا كخدمة أو كمثلا برودكت أو منتج معين. بالضبط. فهذا اللي أنت تقصده ولا لا؟ هذا اللي أنا أقصده أحسنت عزيز عبد الله، إلى جانب إنه في عقلية تدعم كسب المال. بمعنى آخر، هل تعلموا إنه، وهذه إحصائية موجودة، هل تعلموا إنه كل رابحي لي يا نصيب يربحوا $100 بالمليون دولار ب2 مليون دولار كلهم سنة إلى سنتين يرجعوا تحت الصفر، يرجعوا مديونين؟ إيش السبب؟ السبب إنه ما في عقلية ومهارة تدعم الكسب المال ومضاعفته والحفاظ عليه. فهؤلاء الناس ما عندهم عقلية تدعم المال، ولا عندهم مهارة مثلا إدارة التدفقات النقدية، تنمية المال، ما إلى ذلك. فمن حطت بين يدينهم $2 مليون، نحن نتكلم عن حدود 8 مليون ريال سعودي، رقم عملاق، يعني رقم ممكن يقدر يسوي فيه أي حاجة، أي شيء، يقدر يستثمروا ويفتحوا مشروع. يا سيدتي، لو حطوه في البنك بس وشغلوا على الفوائد، خلاص هم ممكن يعيشوا أثرياء for the rest of the life، يعني لباقي حياتهم. لكن هذا ما يدعم، هذا أصلاً مو قابل الـ2 مليون أو مو قابل $1 مليون. فاللي يصير إنه يلا فين صرفها، يلا وديها هنا مشروع فاشل، هنا فلان طلب مني سلفة، هنا استثمار غير ناجح، وهنا مضاربة في الفوركس، وكأنك يا أبو يعني زيد ما غزيت. أنا 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 أدعمك في فكرة الشخص يكون عنده فكرة معينة، لكن الشخص إن هو يتحكم في وضعه المالي دائما. أنا ما أتفق معك إنه هذه القاعدة بتكون معممة إذا كان الشخص بيمشي بمفهوم، ممكن يكون عنده المفهوم هذا ويحاول يكسبه، لكن أحيانا ممكن في عامل أخرى. أنا من وجهة نظري ممكن أقدر أضيف لك ممكن بتكون، خلينا نرجع ثاني للدين، بركة في الرزق أحيانا ممكن بتكون كمان فيها تقسيم أرزاق معينة، وفي كمان اختلاف الوضع اللي يكون موجود فيه. في مرة شفت شهادة صورة، تعرف الصور اللي بتكون كذا مثلا موجودة في الجرائد بتحكي كثير، شخص بيكون بيقول لك إنه تو يعني صغير في السن مولود، وأمه وأبوه قدامه جايبين له سيارة بيمشي فيها في سباق. فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية نفس الشخص، لكن الوضع العائلة عنده كان وضع جدا صعب، فهو كان بيضطر إن هو يمشي بدون سيارة مع أهله، هو اللي بيسحبهم في هذا السباق، فمين الكسبان؟ أكيد الشخص الثاني اللي عنده سيارة مثلا بشيء معين. فأحيانا ممكن بتكون في ظروف خلينا نقول إنها يعني يحتاج لك وقت أو فترة معينة، فإنه أنت تتحكم في الوضع المالي بشكل جدا دائم، أنا أتوقع هذه ممكن تكون فيها صعوبة. عشان كذا إحنا ما حنقول فترة حياتية كاملة، هذا المفهوم حيكون عندك. هذه هي عقلية الضحية عزيزة عبد الله، ألين تطلع من مرحلة. You are 100% responsible for your money، أنت مسؤول عن حياتك وعن وضعك المالي 100%. قد لا تكون اخترته، لكنك مسؤول عن تغييره. قد ما أكون ولدت، إيش يعني أنا مسؤول عن حياتي 100%؟ معناته من اليوم ورايح لا أعذار، لا ملامة، لا شكاوى، لا استياء. معناته وضعي ما هو بسبب الاقتصاد، ولا بسبب الأنظمة، ولا أبويا وأمي، ولا العيلة تولدت فيها. أحيانا بتدعم الأهل بشكل جدا كبير أستاذ محمد، لا تنسى أنه مثلا يدعمه، لكن لو أنا استخدمت الشماعة أنا ما رح أسوي شيء. يكون عندك مثلا حد ثاني، يعني ممكن تكون بالفعل هي خليني أقول سبب، لكن الشخص يعني مثل ما ذكرت ما يستخدم هذه الأشياء كلها كشماعة وسبب للظروف اللي هو بيمر فيها.